خريجين جامعه لازم نسحب نعم معاه. والله اسحب نعم انت لوحدك، دي مش وظيفتي. يلا بيبي. بس الخير بيعم علينا كلنا ولا ايه؟ انا مش عايزه الخير ده، قرفت منه. يا حبيبتي ما هي سهره وتعدي بقى. يلا عشان خاطري، عشان خاطري، عشان خاطر عمي. ها؟ خد يا حبيبي. عم الو، مساء فندم بي. مساء الخير يا فندم. خدي كلميه. مسكي. يلا يا عمر تعالى ناكل في المطبخ. اصل يا فندم هناء عزمانا احنا الاثنين على سهره، ايه راي حضرتك؟ هتكسفها؟ متشكر قوي، مع السلامه. سينو سيفاليدس كان سينو بسلا تشوبس ساركوفاجا يو بقى بالذمه دي طريقه مذاكره. كان يوم مهبب يوم ما خدتك معايا ليله راس السنه. هتخليني احرم اخدك معايا سهرات بعد كده. اللي محيرني اني بقالها يومين ما اتكلمتش، لازم في حاجه. اكيد فرقعتك يا سيدي واديتك زومبا اليوناني. الو. ايوه منى. ازيك؟ طمني عامل ايه؟ على العموم الملازم الجديده ظهرت واستلمتهم لك، تحب ابعتهم لك مع حد؟ لا مش مهم، ابقى اخدهم منك في الكليه. لا مؤاخذه منى، اصلي مشغول شويه. مع السلامه. ايه ده؟ مش عيب يا بني ادم تكلم منى بالشكل ده؟ خلاص نسيت العشره القديمه؟ ما احنا كده يا بني ادمين. سبيشال بروبلم. الو؟ الاستاذ كمال موجود؟ خرج؟ طيب لو سمحتي ممكن اتكلم المدام؟ خرجت مع البيت، راحت معاه الحته اللي اسمها في الاخر فيه نون. ايوه الشلاتون. طيب متشكر. سهرانة في الشيراتون ده كتير قوي. تخرج مع جوزها من غير اذنك دي تبقى خيانة. يا هناء دي مش طريقة، مش عايزين اللي بنيناه في سنين يهدوا في ثانية. وانا عملت حاجة مكشرة من غير مناسبة، هتخلي سعفان بيه يفتكر اننا متضايقين من عادته. انا قلت لك قبل ما نيجي اني تعبانة. يلا نقعد. يلا. ميرسي. واحد ويسكي. صحتك حلوة أوي. أه تمام. أنا زعلتك في حاجة يا هناء؟ لا أبدا. أمال ليه بتهربي مني؟ تديني مواعيد وما تجيش. مش قلت لك بيراقبنا؟ مش باين. أنا حاسس إن في سبب تاني. لا أبدا مفيش. حاجة هنا؟ أصل الرميل دخل في عينيا، عن إذنك.
ممكن. عايز اعرف ما جيتيش ليه؟ ما اتكلمتيش ليه؟ هقول لك كل حاجه بكره على ما تلاقي حجه تقوليها لي. خص عليك يا احمد. ومين ده اللي ترقصي معاه؟ ده سعفان بيه المدير العام. وليه يسهر معاك المدير العام؟ يا احمد اهدى بلاش فضايح. هبقى اشرح لك كل حاجه بكره. استنيني الصبح في الشقه. اعملي حسابك لو ما جيتيش مش هتشوف وشي بعد كده. مين ده اللي كنت بتكلمي؟ ده ابن خالد سميحة، كنت قابلته عندها في المحل وعرفتني بيه. يلا يا كمال. خروجنا جه فجأة، المدير العام صمم يعزمنا على السهرة، كنت هعمل ايه؟ وصمم كمان انك ترقصي معاه وتحضنيه؟ انا ما كنتش حضناه. انا شفتك بعينيا حضناه، كنت حضناه زي ما بتحضنيني بالظبط. يا احمد انا بحبك، عارف يعني ايه بحبك؟ يعني كل دقيقة وكل لحظة بفكر فيك، وأنا سهرانة معاهم بتبقى أنت اللي معايا. ايدك اطمن من ناحيتي، مش عايزك تشك فيا ابدا، فكر بس انك تنجح، مش عايز حبك ليا يشغلك عن مستقبلك، مستقبلنا احنا الاثنين. مبروك. الله يبارك فيك. هو نجاح صحيح على الحركرك، انما التقدير مقبول، ممكن يوديني الصعيد. ولا يهمك، انا هروح معاك اي مكان. يلا بينا. يلا. اطلع ورا العربية بنفسجي دي يا اسطى.